أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالات، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات. ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذرات، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات.